يلا يا زلمه يلا. عيش يا علي مصطفى العودي. مين عيشي؟ رحمة الله عليك يا ام بسام وام سليم لطف العودي حفيظة. كل درع ثاني هون. وهذه نظرة من هون من هذه المنطقة الكبور المطلة على ساحة البركة وعين حوارة ونادي حوارة الرياضي. يا حرام الشوك ماكلهم. حسام محمود إبراهيم أحمد الطيراوي فاطمة علي سعيد عبد القادر الطيراوي. ها ذول أهل الطيري هم. يا حرام هذول اللي خسروا قراهم وبيوتهم وأمواتهم في الطيري أجوا يندفنوا في حوارة. هاي نظرة هاي الصور تبعنا مبين من هون. وهاي دارنا والخرابات. وهاي أبو خميس مشتشل في طريقه للقهوة تحته. في بقدر أنط من عندك؟ أوكي خلي بس أصور هيك على هالبلد في عند الغروب الشمس قبل ما تغرب الشمس ونطلع على النادي صلحوه وزبطوا أرضيته. وهاي مخططين وما شاء الله. بدنا يجي سامر يفتح لنا المضافة، قلنا له بدنا نصورها من جوا. وين؟ بيضوهم ليل نهار للساعة 12 هم بيلعبوا في الفوتبول. نزل هذا نزل. بلا بيطلع شو بيتفرجوا عليك بعدين بيقولوا هذا بدوي بطل يصير امريكاني. هذا يا ابو خميس في هناك مطور دفع المية. ايوه مشان تاكل العلب بعد. ايوه هذا بيودي للمي للتنك اللي عمله اللي تبرعت لنا في اليابان. طيب. للحوز اللي فوق. وعلى كلام سامر بقول لك انه بكلف الماتور 2500 دولار. وين قب هاي بقى. لا هذا فاطمة عوض المسعود اللي قبروه امبارح هناك. يلا يا سامي اللي توفى. الو سامي اللي توفى ابن داوود العواد. هناك هناك هيو عند الشجرة هذه. شو ما انا شايف شفتهم هم يبحشوا للصبحيات بفكر انه بنظفوا انه سامر مودي ناس ينظفوا المقبرة. شو طيب هذا مشان سامر مشان البلدية تودي واحد 20 عامل ينظفوا للمقبرة. إذا ما حطناهوش على النت والعالم كله تسمع ما حدا بيعمل. مستعجل أبو خميس يا خسارة. يلا يا أبو خميس. هاي عازمة على أم حسين إسبرانسا وهيها بدها تيجي عند اسبرانسا. طيب